إذن نحن أمام صورة جديدة أيضا على هذه الغارة التي استهدفت زواء البلاط في بيروت واستهدفت شقة سكنية. المنطقة منطقة مزدحمة تميل إلى الشعبية بتغلب عليها سكان من الثنائي الشيعي أمل وحزب الله، والغارة وقعت قريب من حسينية، يعني من الحسينيات الموجودة. كم ازدحام شديد طبعا كالعادة في هذه الغارات، هناك استهدافات لاغتيالات لقيادات ينتمون إلى حزب الله. شفنا محمد عفيف، وبالأمس أيضا كانت هناك غارة في مار الياس واستهدفت شخصيات أيضا بهذا الشكل. إذن هذا هو صورة أقرب شوية للمكان الذي استهدف بغارة. طبعا الغارة استهدفت شقة سكنية، طالما شقة سكنية إذن هناك اغتيال لشخصية ما، تتكشف خلال الساعات القادمة أي من هذه الشخصيات. بالأمس مار الياس وغيرها، واليوم زواء البلاط، وكان يوما هادئا قليلا اليوم، ولكن هذه الغارة الحقيقة من الغارات المستمرة دائما، نوافيكم دائما بصور حقيقة تكشف لكم طبيعة هذه الغارة التي استهدفت منطقة زواء البلاط. قبل قليل كنا نتحدث على أن هذه الغارة لها خصوصية لأنها جاءت بعد كلمة لنتنياهو في الكنيسة الإسرائيلي توعد كثيرا وقال إن الغارات القادمة ستكون أكثر كثافة، يعني الرجل توعد بأشياء كثيرة جدا. وأيضا هذه الغارة تأتي بعد حالة الإحباط أو الانسداد السياسي الذي رافق ما قيل أنه تأكيد لتأجيل زيارة هوكشتاين غدا إلى بيروت، والتي كانت ستناقش فرضية ومقترح أمريكي لوقف إطلاق النار في لبنان. لكن التحفظات من الجانبين، على الأقل هذا ما سرب، التحفظات من الجانبين. إذن نحن أمام صاروخين استهدف منطقة زواء البلاط وسط بيروت، واستهدف شقة سكنية. المنطقة مزدحمة بهذه الطريقة، طبعا سيارات الإسعاف والمسعفين هرعوا إلى المكان بالطريقة التي نتابعها بهذا الشكل. من اغتيل في هذه الغارة هذا ما لا نعرفه، وسيظل هو السؤال الأبرز العالق الآن. إسرائيل استهدفت أي من القيادات في حزب الله هذا اليوم؟ كنا قبل أمس محمد عفيف مسؤول الإعلام، وأيضا كانت أسماء أخرى ثلاثة معه من المساعدين نعاهم حزب الله بالأمس. وهذه الغارة طالما يعني استهدفت شقة سكنية في هذه البناية، إذن نحن أمام اغتيال إسرائيلي جديد لواحد من قيادات حزب الله. كان هناك مصادر الحدث أشارت إلى أن الوضع في لبنان لن يعود كما كان قبل هذه الحرب وهذا العدوان على لبنان، خصوصا ما يتعلق بحزب الله، وضع حزب الله في الداخل، وضع حزب الله في الخارج، الحالة اللبنانية، قرار 1701، الوضع في الجنوب اللبناني، شمال الليطاني وجنوب الليطاني، سيطرح أسئلة كثيرة.